اسمك الحقيقي مش اسم الشهرة ايه؟ صابرين ياسين محمد عبد الله. اتجوزتي كم مرة؟ 2. أول شغلانة اشتغلتيها في حياتك؟ ممثلة. عملتي كم عملية تجميل؟ 2. بتخافي من العجز؟ لا. ايه أكتر حاجة بتكرهيها في التلفزيون وفي السوشيال ميديا؟ السب والقصد. أكتر حاجة بتكرهيها في الراجل؟ بخله. فنانة شاملة متعددة المواهب، خدت وقت عشان تنتقل من مرحلة الفتاة الحبوبة الشقية بنت السيرك والاستعراضات لمرحلة الفنانة التقيلة الراسية، ما بين مشاكل شخصية وهجوم على حياتها الشخصية، إلا إنها دايماً بترد بأدوار تسكت الشائعات والهجوم. ضيفتي الليلة النجمة صابرين. يا شابة يلا يا رأيو. جاهزة يا بسمة. متأكدة؟ متأكدة قوي. ده أنا جاية لك مخصوص. صفي حساباتك. يلا بينا يلا بينا يلا معلم. أول فيديو. يعني وسيدتنا الفاضلات، يعني السيدة صابرين وهي سيدة فاضلة وسيدة كبيرة، يعني كبيرة في المقام وفي السن أيضا، يعني هل ده يجوز إن يتعامل فيها ده؟ هي حرة طبعا. أنا يعني هل المقابل المادي يستحق إن الإنسان يتعامل فيه كده؟ يعني أنا يعني أنا عايز أقول لحضراتكم، أنا السنة دي وثلاث مواسم مضوا، أنا في شهر رمضان كل الدنيا بتتصل بيا إن أنا أطلع أتكلم، وأنا بقول لزمايلي اللي بيتصلوا بيا ما ينفعش يا جماعة تجيبوا مذيع زميلكم بيقدم برنامج زيكم علشان حضراتكم تقعدوا تسألوه. طب ما تكملي بقى، قال عليك ايه انت كمان؟ تجيب واحدة وتقعد تسألها انت اتجوزتي كم مرة؟ عجبتك قوي؟ لما ابقى انا الضيفة كلنا في الهوا سوا. كلنا في الهوا سوا. ماله بقى؟ الأول زعلتي منه لما قال كبيرة في المقام وكبيرة في السن؟ لا يعني هو سيد لسه صغنون. يعني يقصد ايه؟ سيد لسه صغنون كبار، يعني كبار في السن. لا يمكن عشان انا من وانا صغيره بشتغل، فحسس ان انا بقالي زمن بصور يعني او بمثل وكده يعني. ف وعادي، ما احنا كبار يعني، ايه المشكله؟ ما فيهاش مشكله خالص. بس انا يعني ما زعلتش، لاني اوكي يعني الواحد بس عايز يقول حاجه، انه قد ايه حصل مشاهده، نسبه مشاهده في اول يوم رمضان، قد ايه عملنا بهجه وضحك مع الناس. انت قد ايه برضو عملتي شغل حلو مع الهام، قد ايه يعني الناس بتحب تشوفنا والناس بتحب كل اللي بنعمله، ويعني وايه فلوس ومش فلوس، يعني ليه دايما رابطين الحاجات دي بفلوس؟ بيقولوا انك انت قبلتي كل التجاوزات بتاعه رامز في الحلقه مقابل الفلوس. يعني ايه قبلت كل التجاوزات؟ إيه؟ هو احنا بنسمع الحاجات، يعني احنا ما بنسمعش حاجه على فكره. وانا مسكته. لا انا مسكته. انت حسيتي بكده؟ ايوه انا مسكته. انا قعدت فتره وقلت له ما تزعش، وايه اللي بتعمله ده؟ ايه اللي بتعمله ده بجد؟ لان انا من ساعه رامز، شوفي يا بسمه، انا عملت رامز قلب الاسد مع رامز. وجي يعمل فيا المقلب، فكان الاسود كلها بتاعت بنت خالتي يعني فاتن الحلو، وكان اخويا معايا صح، لانه صاحبه قوي رامز، متربي معانا يعني، رامز من الاسره. طب يعني طب سيبك من المقلب القديم. لا ما انا هقول لك، كل سنه كان بيبعت. ما انا هقول لك كل سنه كان بيبعت لي وكنت بفقسها. كل سنه كان بيبعت لي وكنت بعرف. المره دي اتخذت اخوانا يعني، يعني بجد. لاني كمان فاندام. كنت بتعرفي ازاي؟ بيبقى في اتفاق مسبق؟ نو، لا كنت بعرف من ناس راحوا قبل كده. اتحكى قدامي بالصدفه، كانت تيجي في حجري يعني. فقررتي السنه دي تروحي؟ كان المقابل انا مغري. ما قررتش خالص ان اروح، انا اتقال لي فاندام، ف
فانا ان انا اعمل حاجه عالميه مع فان دام انا كنت مبسوطه جدا. يا بسمه ده احنا في شهر رمضان. وبعدين هقول لك على حاجه، طب ما انت برنامج ده مقلب، هو ده مش مقلب؟ لا مش مقلب طبعا. مقلب طبعا، ده انت مقلب حراميه اساسا. انا برنامجي مقلب حراميه طبعا. انت مش جايه على قاعده على الكرسي ده وعارفه يحصل فيكي ايه؟ لا مش عارفه يحصل فيا ايه، ما اعرفش الاسئله. انت اديتيني الاسئله قبل ما ادخل، بس انت عارفه فورماتك. انا عايزه اقول لك على حاجه، انت اديتيني الاسئله قبل ما ادخل. انت كل الحلقه هتمشي انت هتطبقي عليا انا؟ اه امال ايه؟ ما تغيريش الموضوع. ما انا جالك مخصوص عشان كده. انا حافظاكي يا شيخه. ما تغيريش الموضوع. يا بسمه ليه ما ده قلتيش؟ ده اكبر مقلب كمان. طب انا عايزه اشوف المقدمه عشان ادي رايي واقول اه ولا لا على الاذاعه. حلقه رامز. اه رامز لازم. ما هو بيقول كده في تجاوز. رامز لازم يعني. الزميل سيد علي بيقول انه في تجاوز في حقك. تجاوز في المقدمه. في إيه؟ تجاوز في ايه؟ انت ما لقيتيش انه اولا رامز ما حسيتيش انه في رامز تجاوز؟ لا طبعا. ايه الاكل والفته والمحشي وبقت نمليه واتخنت وكده؟ طب ما هو ده ترو، ده حقيقي يعني. انا اتخنت والكلام ده. انت شايفاها عاديه خالص. في الاخر خالص مضى قال ايه؟ قال ايه؟ يعني كوكب شرق التمثيل وام كلثوم التمثيل صابرين. شكرا. طب وايه الفايده ان انا اقول لك كلام في الاول وبعد كده ارجع اقول لك كلمتين حلوين؟ لا بس رامز دايما يقفلها يعني انا مع أنا كل نفسي الناس متضايقه مش قابله. لا انا قابله. انت قابله؟ النبي صاحبه مبسوطة؟ جميله انت قوي. طب يعني انت متضايقه علشاني؟ مش هتضايقيني في الحلقه عشان انت متضايقه علشاني؟ لا انما انت جايه يعني عارفة. هو حلو ليكي وحش رامز؟ صبرين ما تتوهيش الكلام يا بسمه. ما انا بحاورك. انا بهين؟ هو انا بهين الضيوف؟ هو انت لما تسأليني سؤال بقى بتحبي دي وبتكرهي دي ومع مين دي ومش عارفه تبقي بتحبيني؟ لكن مش بوصفك. لا مش بوصفك. بصي بصي رامز صح؟ بصي اهانات لا تقلل من شأنك، دي اسئله ممكن تجاوبي ممكن ترفضي. لا بصي في فرق غير ان انا اوصفك بانك انت نمليه، دي اهانه. هو لا قال انها ست مش عارف ايه ولا قال ست ايه يعني. الحمد لله ما قالش اي حاجه تدين صابرين على الاقل قدام عيالي. قال حاجات وانا فعلا سبت الفن وقعدت وطبخت وعملت زوجه وتخنت. واشمعنى ما عملش كده مع ياسمين صبري؟ عمل ايه مع ياسمين صبري؟ كل السوشيال ميديا لاحظت ان هو كان متخفف جدا سخريه من ياسمين صبري. لا بالعكس بالعكس. دي كانت تاني حلقه. لا بالعكس قال حاجات على ياسمين برضو مش يعني برضو. انا من رايي شايفاها ان اليخت وكل الستات مغضغزه منك وانك جوزك يجيب لك مش عارف ايه يعني دخل سي. لا انا ما قالش بقى اي حاجه. انا اتكلم فيا انا، ما جابش سيره لا جوز ولا اولاد ولا اي حاجه، اتكلم عني انا. وانا تجاوزا موافقه يعني بالعكس. ده انا ضحكت وانبسطنا وفي الاخر خالص، لان زي ما بقولك في الاخر خالص قبط رامز. لا 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 رامز بجد صديق ومتشاف. واول حلقه عملت بومينج جامد جدا. ما هو متشاف. لا انا بس عايز اقولك على حاجه، انا عملتها كمان حلو. لا انا وافقت ان يتذيع السنه دي لاني انا مش عامله دور او كاركتر مهم السنه دي. انا مش عامله حاجه السنه دي في رمضان يعني في الدراما. كل سنه كنت ببقى قلقانه لان كنت بعمل دور مهم، فانا ضد ان انا اروح اهلس او اهزر او كده. حتى لو وافقت ان الحلقه تتذاع وبعدين اقوم عامله مسلسل يكون كده فالناس هيحصل لها هي دي معقوله هي دي، انا بس اللي ببقى عندي كده. بما ان السنه دي ما عنديش حاجه في رمضان فا اوكي. اللي بعده اللي بعده اللي بعده. حلا شيحة الحجاب شرف. ايه رايك في التصريح ده؟ ولا مالي يعني. اشمعنى انا الحجاب؟ انا يعني كنت مفتيه الديار المصريه يعني مثلا. ما تتدخليش في اللي مالكيش فيه. لا طبعا اكيد. طب هاتولها بقى الفيديو لو سمحتوا. اشمعنى ده بتتدخلي؟ لا موقف حلا شيحه كان مريب شويه بالنسبه لي يعني. انا حلا من زمان انا شفتها لما اتنقبت وشفتها لما فكت وشفتها لما اتحجبت وشفتها يعني كان مثلا بتجمعنا مناسبه حاجه كده يعني. بس هو الاخير ده اللي كان الحاجات عرضه قوي دي ما كانش يعني. بس دي اللي انا ايه ده قريتي البوست؟ لا دايما كنت يعني حسيت ان في حاجه غلط يعني. قريتي البوست اللي هي كتبته عن الفيلم وعن انه ما كانش لازم وانا قلت لكم شيلوا وانا قلت لكم كذا؟ يعني خلاص انت عملتي حاجه وخدتي خطوه اللي بعد كده بقى. فاهمه قصدي ازاي؟ يعني خلاص انت عملتي ده. وبعدين هي كمان لما رجعت تمام وعملت مسلسل على ما اعتقد. هي ممكن تكون حالة اتخبطت خيانة عهد، عملت خيانة عهد مع يسرى. ممكن تكون اتخبطت مثلا تمثيل نسيته شوية مثلا.
انا ما اتكلمتش على الحجاب. طب ما هو قلتي موقفها مريب. لا انا ما اتكلمتش عن الحجاب ونسيت التمثيل. لا اقول انا اتكلمت عن مهنتي كتمثيل يمكن تكون كذا كذا كذا. يعني اكتر حاجه ضايقني انها مريبه في موضوعها مع باباها. لو كنت كملتي كنت عرفتي ان انا قلت انا كل اللي ضايقني. طب ليه تقولي على زميله ليكي نسيت التمثيل؟ لا قلت يمكن كانت متخبطه. طيب. يمكن وقفت قدام. خلي بالك. لا لا انا لما رجعت اول مره في كشكول لكل مواطن من على فكره التمثيلية. انا انا ببرر لها السبب لاني انا حصل لي نفس الموضوع. انا لما دخلت اول مره عملت كشكول لكل مواطن بعد وقف يعني لا كنت مهزوزه ما كنتش انا يعني كنت بتكلم بسرعه يعني لو زميله ليكي قالت كده مش هتزعلي لو قالت انه صابرين نسيت التمثيل لا مش او واضح ان صابرين نسيت التمثيل لا مش هزعل لو انا فعلا ما كنتش كويسه وما كنتش موفقه في التمثيل وحياه رحمه ابويا ما هزعل لو حد قال عليا ان انا نسيت التمثيل طب وانا إيه كنت فعلا دي ايه بموقفها مريب موقفها مريب بسبب باباها بس يعني لما كانت قالت على باباها انا بالنسبه لي الاب والام ده طب وده مش تدخل أحمر. في شؤون الغير ما لا انا بتكلم على يعني ان هما كانوا مع بعض الاثنين بيتكلموا عبر السوشيال ميديا يعني طب وكل في التعليقات قلتي وانا مالي لا كل قلت ما انا مالي لان انا بتكلمي على الحجاب يا بس ما ش... الحجاب شرف هي بتقول كده انا مالي كلها مجمل مواضيع خاصه لا يا حبيبتي لا لا ما بين الاب والبنت يعني هي وباباها موضوعهم عام لا مش هما اللي خلوه عام مش انا على فكره يعني لو كان خاص اللي في الاول ده لا بس ده راي خصها هي ما هو برضه خلوه لا راي خصها هي انا ماليش دعوه بحجابها انا لكن ايه اللي دعوه بالانسانيات كابوه الاب اوعى حد يقول مع بابا اي حاجه على السوشيال ميديا او مامته لا يمكن طب مش كان ممكن تقولي للزميله لميس الحديدي وانا مالي لا انا ما قلتلهاش وانا مالي لان انا كنت ساعتها فعلا مستاءه جدا من موضوع علاقتها باباها على السوشيال ميديا وعلى فكره الحمد لله ان هم اتصالحوا انا سالت وهو كان زعلان قوي هي قالته بصي يا بسمه انت قلتي لي شرف الحجاب انا ما قلتليش علاقتها باباها ايه لو كنت قلتي لي ايه اللي ضايقك من علاقه طب انا عايزه رايك في التصريح ان الحجاب شرف اي حاجه في الدنيا بتستر المراه هو شرف مش شرط الحجاب انا بالنسبه لي موضوع الشرف ده شرف في كل الاخلاقيات مش بس في الحجاب بس يعني بتعتبري ان جملتها دي مزايده على الناس اللي مش لابسه حجاب لا دي رأي شخصي وهي حرة فيه أنا ما أعتبرش أي حاجة لزميلة يعني أو كانت زميلة ما يعني ما بعتبرش أي كلمة زميلة قالتها إنها صح أو خطأ أنا ما بعيبش في على زمايلي خالص إحنا مش بنقول عيب بنقول رأيك زي ما قلتي رأيك في علاقتها بباباها ورأيك في تمثيلها بس لا أنا علاقتها مع باباها تهمني لأني لازم أعلم ولادي علاقتها لأن العلاقة مش طرف هي قريبتك لا يا حبيبتي هما اللي خلونا طرف هما اللي خلونا ازاي يعني هما اللي شاركونا في حياتهم الشخصيه انت مش ملاحظه الموضوع خد يعني وقت وحيز كتير جدا في الكلام ده انا موضوعي انساني بحت ماليش دعوه في اختيار الاخرين او الاخريات كل اللي يهمني دلوقتي ان علاقتنا بابهاتنا امهاتنا ما تبقاش على السوشيال ميديا بس على فكره احترمت حالة جدا لان لما سالوها قبل كذا مره على اللي انا قلته هي ما ردتش وقول لها انا بعتذر لو كنت اتضايقتي يعني بس في حاجه قديمه قوي يا بسمه انت الناس نسيتها انت بتفكريهم بيها تاني ليه ده الاحساس اللي حسيتيه لما اعتزلتي ولا انت بتخصصي لنفسك وبتجمعي ليا انا على فكره بسال اللي بعده انا يوم انزل المدفى لوحدي ويوم انزل قبري محدش هيحاسبني غير اللي خلقني انتوا ليه يا جماعه حاسين ان ربنا ده هيمسكنا علشان حته ترى حطينا ده ربنا رحمن رحيم هو في حد شافنا انا بصلي ولا بصوم ولا بزكي ولا براعي اليوتيوب ولا بدي ايه ولا بعمل ايه ما بحبش اقول الحاجات دي خالص البكاء اللي بحرقه ده يا صابرين والرسالة اللي قلتيها بس دي حاجة قديمة قوي يا بسمة انت الناس نسيتها انت بتفكريهم بيها تاني ليه اللي انا نزلته ده لسه الناس بتتكلم فيه لحد النهاردة لا كل لما تظهر صورة ليكي هتلاقي تعليقات الناس بتصب في نفس الموضوع وبتتهمك نفس الاتهام
انا عيطت لاني لقيت لجان الكترونيه كتير جدا زي ما انت بتقولي. انت بتقولي الناس من مين بتعممي الكترونيه؟ انت بتعممي بتقولي الناس سلفيين اخوان أكيد متشددين أكيد, اكيد كل الناس اللي مش حابه صابرين اللي بيزقوه على صابرين متضايقين من صابرين ما انت عارفه يعني ولا انت بتخصصي لنفسك وبتجمعي ليا انا؟ طب يعني انت بتقولي لي لا انت ما قلتليش عارفه بس ما قلتليش بعض الناس كانوا ضدك على السوشيال ميديا او قالوا كلام او لحد دلوقتي فاكرين بعض الناس. انت قلتي كل الناس. لا يا بس ما يبقاش عندك انت بعض الناس. انت كان نفسك تبقي مذيعة ويبقى كل الناس. كان نفسك تبقي مذيعة؟ انا كنت مذيعة. ايه المشكله يعني بعد ما نخلص اخليكي تعملي حلقه وانا حاجه ضيفة فيها. ايه رايك؟ والله موافقك وهجاوبك ما تقلقيش. مش هقعد اقول لك اشمعنى انت اشمعنى انت 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 هتجاوبيني انت منك بري منك بري. طيب صابرين يعني فترة اعتزالك سبتي الفن ليه ورجعتي ليه؟ سبت الفن بسبب اني اتلخبطت بعد ام كلثوم. سبت الفن لان كنت مش مرتاحة في بيتي يعني كحياة زوجية يعني حصل دربكة كده يعني كان عندك مشاكل خلافات؟ طبعا طبعا كنت نفسيا محطمه لاني على قد ما النجاح قوي ساعات بيبقى فيه عين تقوم ضرباكي في حاجات كتير يعني يعني انا من بعد ام كلثوم والنجاح المذهل اللي حصل لي حسيت اني كارهه الدنيا كارهه الحياه كارهه اي حاجه فاتجأت الى ربنا ساعتها يعني يعني كان ممكن تحصل حاجات اصعب كتير لكن ساعات الخطوات بتبقى انا ست يعني ما بعملش حاجه يا بسمه لما بكون مؤمنه بيها جدا ومصدقاها قوي وقلبي راح لها. طيب ده الاحساس اللي حسيتيه لما اعتزلتي؟ لا انا ما كنتش اعتزلت خلي بالك يعني انا بعدت عن الفن. لا ما بعدتش برضه. لا انت لما اتحجبتي بعدت؟ لا ما بعدتش بعدت عن التمثيل يعني مش عن الفن. كنت بتطلعي في قناه يعني الرساله؟ كنت بطلع وعملت برنامج اجتماعي عملت برنامج اجتماعي ما عملتش حتى برنامج ديني خالص عملت برنامج اجتماعي مشاكل الستات ومشاكل الاسره والكلام ده وبعدين عملت مسلسل اذاعي مع مدام انعام محمد علي بس ما عملتيش حاجه قدام الكاميرا بعديها بثلاث سنين دراما خلفت بقى يعني كنت حامل فعالي لكن وخلفت. ما حسيتيش في وقتها انه في حاجه في الفن منعاكي انك تقتربي منها؟ لا بتتعارض مع حجابك؟ لا وعمري ما قلت ان الفن حرام. عمري انا بسالك عمري في حياتي ولا عمري شفت زميله ليا او حد من قرايبي او اي حد وقلت له انت ما اتحجبتش ليه او اتحجبت ليه؟ عمري في حياتي لان حقيقي بجد دي حالات بين البني ادم وربه بس. تيجي نشوف اللي بعده؟ اللي بعده شوفي هقول لك على حاجه عشان برضو ما بقاش المثاليه قوي يعني انا زوجته الاولى مش من مصر او عايشه في امريكا تمام فده مسهل القصه ممكن لو يعني ممكن لو مصريه وفي هات وخد وغيره ممكن الله اعلم. الفيمينست بيقولوا انه صابرين قللت من شانها كامراه لما قبلت انها تكون زوجه تانية. هي الزوجه التانية تقليل على فكره بسالك هل الزوجة التانية تقليل من شأن المرأة؟ في حالة لو كان الراجل اللي معاها واخدها على إنها تكون زوجة تانية بالمعنى الكلمة اللي هو في السر وما تخلفيش طبعا تقليل إنها تبقى في الظل تبقى في الظل طبعا إنما لو في العلن؟ لا لو مش كمان في العلن. أنا احترمت جوزي جدا لما عرض على زوجته الأولانية إنهم ينفصلوا لأنه عايز يتجوز زوجته رفضت وقالت له انا عايزه اربي ابني فجالي وقال لي هي عايزه تبقى مع ابنها فاللي انا ما رضاهوش على نفسي ما رضاهوش على اي ست حتى لو ما كانتش مصريه. يعني عايزه اعرف انا فهمت صح ولا لا؟ اتفضلي. يعني التعدد لا يقلل من شأن المرأه لو كان في العلن في حاله العدل كمان في حاله العدل يعني لو عدل وهل العدل ممكن يتحقق؟ نسبيا لا نسبيا لا شكرا لاني لسبب الاخرى اتظلمت فلما حست انها اتظلمت الاولى طلبت الانفصال
وربنا سبحانه وتعالى قال ولن تعدلوا، لان هو قعد معايا اكتر، حملت بقى فعلي وجبته والكلام ده كله. ففي الفتره دي بعدوا عن بعض. وبعدين هو طارق بصراحه يعني جوزي الحق يتقال، يعني فهمني كل الظروف الخاصه اللي بينه وبين مراته. فانا لما حسيت ان الظروف كلها، هو كان نفسه يخلف تاني، كانت مراته شالت الرحم، كان نفسه يعني حاجات كتير تدي له اكسكيوز ان انا احترمه كرجل عايز يتجوز مره اخرى في العلن. بس شوف اللي بعده. اتفضل اللي بعده. دي سكرين شوت بتقول انك انت الرياكشن بتاعك عنف قوي او عنيف قوي ضد صحفي كان بيصورك في كواليس مسلسل علشان كنت لابسه الباروكه. والله ما عملت كده خالص. طب نوضح، وضحي يا ستي. انا اذا كنت بلبسها في التصوير، عارفه الفقره دي اسمها ايه؟ بيقولوا فرض. ما هو بيقولوا طبعا، ما حصلش. انا بس اللي بيقولوا انت شايفاني يا انا شايفه قاعدة. بس هم مش لا شايفين. انت شايفاني انا قاعده قدامك ست يعني مجنونه او هبله مثلا، ان انا ارفض ان راجل صحفي يصورني بالباروكه وانا داخله بصور بيها مشهد؟ لا انا بقى ست في حاجه مش طبيعيه. يعني ما حصلش؟ لا طبعا ما حصلش حاجه زي كده. كان متضايق منك مثلا عشان كده قال كده؟ طب كم اشاعه زي دي قابلتيها؟ كتير كتير بيطلع عليكي. كتير كتير. تفتكري حاجه؟ ايه منهم؟ لا تفتكري اي موقف؟ مره حد جالي في الكواليس وانا بعمل خالد صفية والدير مثلا، فانا كنت بغني اغنيه كده، يعني اغنيه يعني عارفه اللي هي اللي اسمها ايه، تعبيريه يعني. وكنت بغنيها وكده ومش عارف ايه، وخلاص ده الافتتاح بتاعي يعني خلاص. جه حد بعد كده في الكواليس من ورا، انت ازاي محجبه وبتتحركي على المسرح كده وبتعملي مش عارف ايه وبزقيق انا ما بقتش فاهمه يعني هو في ايه؟ يعني انا ما لا رقصت رقص خليع ولا لابسه حاجه، يعني المفروض حاجه كانت في الدير بقولها يعني، فاهمه؟ كمان حاجه روحانيه وجدانيه وحاجه كده يعني. فطبعا اتخضيت جدا يعني. فلا لا في ناس كتير كانوا قابلوكي وكتير، مثلا انا كنت بقى في الكعبه مثلا ومثلا كذا حد يقول لي انت هتخش جهنم، وشك ده هيتحرق عشان مبيناه. فانا يعني ببقى مخضوضه ليها، وش هيتحرق بالذات وشي يعني، غطي وشك غطي وشك. زمان مش دلوقتي طبعا، اختلفت دلوقتي خالص. صابرين الاشاعات جوزتك قبل كده؟ جوزتني؟ من ناس من الوسط الفني مثلا اشاعات يعني طلعت عليكي انك انت متجوزه، اتجوزتي، طلقتي يعني؟ كل الفنانين معرضين لده وبيتعرضوا فعلا لده. لا ما مش ما حصلش. لا لا ما حصلش. طيب مشاهدينا هنطلع فاصل. انا عارفه ان هم ما بيجوش على الست. هل فعلا كان في بلطجيه ولا مفتعله؟ لا لا زي لا ما بيتقال. لا مش مفتعله، لا حقيقي حصل. رجعنا من الفاصل ومكملين في فقرة بيقولوا هما اللي بيقولوا مش احنا. نشوف بقى بيقولوا ايه هنا. اتفضلي اتفضلي. اللي بعد. تفاصيل نجاة الفنانة صابرين من هجوم بلطجية في تصوير مسلسل حلم. حلم ايه اللي حصل بقى؟ لا هو اللي حصل، قولي والله العظيم اقول الحق. والله العظيم اقول الحق، ده مش هقول غير الحق على فكره معاكي يعني. هل فعلا كان في بلطجيه ولا مفتعله لا زي لا ما بيتقال؟ لا مش مفتعله، لا حقيقي حصل، لا حقيقي حصل. واللي حصل كمان انه هي كانت غلطه مع الانتاج. ازاي؟ لان الانتاج كان المفروض ان يتفق معها. كان في ناس انت عارفه في منطقه 6 اكتوبر في ضواحيها فوق خالص في الصحراء في الجبل بيبقى في عرب، تمام؟ العرب دول بيبقوا حاميين المنطقة يعني. حتى أيام الثورة، من أيام الثورة أنا عارفة الكلام دوت. فالمهم فأنا مفروض الناس دول قالوا له أنت علشان تصور في المكان دوت لازم تدفع فلوس للإنتاج. الإنتاج مرضاش، قال له لا لا إحنا خلاص مش هنصور وإحنا ماشيين والكلام ده كله. طبعًا هم شافونا وإحنا بنصور، هم عندهم دي إن أنت يعني ما تبقيش قد كلمتك يعني، دي تبقى بالنسبة لهم تضايقهم يعني. فهم خدوا موقف ولقيتهم بيجروا ورانا ونزلوا عايزين ياخدوا الكاميرات. تمام؟ وانا فجاه بقيت لوحدي، يعني ما كانش في حد معايا غير السواق اللي عامل الدور يعني، السواق وانا والكاميرتين محطوطين على العربيه، اسمها الحطه يعني، محطوطين على العربيه. فانا نزلت
كانوا بقى جاي داخلين علينا بشوم وحاجات ومش عارف ايه وكده وضرب وهتكسروا الكاميرات وكده. اي حد طبيعي ست طبيعيه هتقعد يعني هي يعني هخاف. انا ما بخافش يعني، انا نزلت من العربيه وقلت في ايه، لان انا عارفه برضو ان الرولز عند الناس العربويه دول يعني عندهم حته، عشان انت كنت عايش مع الاسود. ايوه ما فيهاش هزار. فانا عارفه ان هم ما بيجوش على الست يعني عندهم يعني نخوه كده ان ما ياذوش ست طبعاً يعني. دول العربويه بالظبط معروفين. فالمهم فبعدوا وخدوا خطوه وقمت انا نازله وقلت لهم عيب، من فضلك وسع كده وسع كده، اتفضل خد الكاميرات. خدوا الكاميرات وقلت لهم السلام عليكم وقمت جاريه. طبعا ماليش دعوه بقى الانتاج يتصرف بعد، بس هم بعد كده اتصرفوا. والمخرج راح فين؟ ما كانش موجود فجاه، مع انه كان قايل اكشن وكل حاجه وهتعملي كذا فجاه كله اختفى. جري خاف كله اختفى. لا حرام، هم كان سبقنا يعني، هو سبقنا ومفروض احنا بناخد المشهد كامل يعني، هو في حوار وكده كامل يعني، فبناخده طول الطريق ده. فرجعنا تاني لفينا في اللفه دي بقى، كان هم مستنيينا في الميكروباص واحنا كلنا بنلف تاني عشان نعمل المشهد تاني. طيب قلتي الحقيقه في ده وانت حلفتي، قلتي والله العظيم اقول طبعًا الحق. طبعا. طب ايه بقى سوء التفاهم اللي كان بينك وبين المخرج؟ احنا كنا في اوائل المسلسل كويسين جدا جدا، حصل بعض سوء تفاهم يعني لما نزل التتر وكده، وانا كنت زعلانه شويه لاني انا كنت ماضيه بشكل معين وكنت كده، بس انا بحب زمايلي قوي يعني، انا بحب زمايلي وبحترمهم قوي، فما رضيتش اعمل مشكله كبيره وقلت له بيني وبينه يعني حطيني في الوضع. بس هو بيقول يعني في اشاعات بتقول ان هو قال انه سوء التفاهم كان بسبب وضع كيفيه وضع اسمك ووضع اسم وفاء عامر، وعشان كده وفاء عامر مشيت. وفاء مش لا وفاء جت اربع ايام ومشيت. وفاء جت صورت. لا وفاء كانت متفقين مع بعض على فكره، وفاء صحاب جدا يعني، وكلمتني وقالت لي ايه اخبار حسني وراحت تصور، قلت لها لا هتنبسطي جدا وان شاء الله هو راجع حلو، لانه كان قعد فتره كبيره جدا ما بيشتغلش يعني. فقلت لها لا ان شاء الله راجع حلوه وكده. لا المساله خالص مش بيني وبين وفاء، لا المساله بينك وبين حد. لا مش بيني وبين حد، انا اتحطيت نمر يعني، اتحطيت اول اسم بس بشكل زق يعني، اتزقيت كده كان شكله مش لذيذ يعني، فاهمه ازاي يعني؟ اتحطيت اول اسم مع حد مع محمد رياض يعني، طلع وقام محمد رياض زق يعني زق كده اسمي، اتحطت بشكل يعني انا ما حبيتهوش يعني. ليه هو ليه الناس بتبقى يعني، انا بلاحظ ان معظم الفنانين لما بيكون عندهم حساسيه ويكاد يكون ليهم حق فعلا، ليه ما بيحبوش يعترفوا قدام الكاميرا ان فلان اتحط بدالي او خد مساحه اكبر مني؟ ليه ده مش بيبقى في العلن؟ لان احنا بيبقى في الخفاء، لان احنا بنحترم بعض. طب ما هو بيعرف. مين اللي بيعرف؟ الاخر. لا هو بيعرف الاخر تاني. لا وانا ورياض، لان احنا انا ورياض اشتغلنا مع بعض من ايام ليالي الحلميه، فاحنا اصدقاء ومراته صاحبتي وكلنا اصحاب، فعارفه يا بسمه انا. طب خلاص يبقى ايه المشكله بقى انه اسمه يجي بكيفيه وضعه واكبر منك واحسن؟ انا ما عملتش حاجه. انا ما عملتش، ما انا سبته إيه؟ يعني سبت التتر زي ما هو، ما عملش اي مشكله اكبر يعني، ما طلعتش كلمت دوت، ما روحتش لحد زعلان. كبير ايه بس انت زعلانه؟ زعلانه من ايه؟ بس زعلانه من التتر ده عمل كده. طبعا زعلانه، طبعا بس زعلانه بس كده انا، انت صريحه. طبعا زعلانه، لاني انا كنت يعني استحق يعني افضل من كده يعني. انا حتى قلت له لمده 3 ثواني بس لوحدي يعني، وبعدين تشيلني تحط رياض زي ما متفقين يعني. مين بقى اللي قلتي له كده؟ حسني صالح نفسه. هو ما هو بيعاقبك بقى. ما هو بسببك يا بس، ما كتر الف خيرك، ما اشوف مين اللي هيعاقبني بعد كده. اعمل فيا ايه مش عارفه. مين اللي هيعاقبني بعد كده؟ شوف اللي بعده. اتفضلي اللي بعده. كورونا صابرين تثير القلق في مهرجان القاهره. بيقولوا ان انت حضرتي المهرجان وما كنتيش واخده حذرك والناس خافوا. انا ما كنتش واخده حذر ازاي حضرتك وفي الكمامه اهي محطوطه تحت الماسك تحت اهو. هم بيقولوا بقى قولي لهم. بالنسبه ليا انا كنت موجوده، بس احنا كنا ساعتها ما فيش احضان، ما فيش قبولات حتى بيننا وبين بعض كزميلات يعني. لان كانت المساله منتشره جدا في الفتره دي او كانت لسه في اوائلها، فكنا يعني الموضوع معانا ايه، مش هتيجي في مصر، لا بنسمع يعني ساعتها كانت بس كده. بس ايه قصه ان انت كورونا؟ لان انا جاتلي بعديها على طول. انا جالي بعديها باسبوع خمس ايام. فالناس بقى خافت تكون اتصابت منك. بالظبط كده. فانا في اللحظه دي واكيد في ناس تعادت منك.
ما كانتش عندي برضو من... لا 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 انا تعديت من صابرين بنت اخويا. كانت في الحضانه بنت محمد. بنت محمد كانت في الحضانه ورجعت وكل اول ما تخش تجري عليا انا اول واحده وانا بقى يا حبيبه عمته واقعد ابوس فيها واقطعها بوس. بتلقمطي نفسك في الكورونا. في الكورونا فاتضح يا حبيبتي كان ساعتها الاطفال الصغيرين بيبقوا حاملينها ولكن بينشروها لكن هم الحمد لله ما ياخدوهاش. بالظبط كده. طب حد كلمك او عرفتي ان حد اتصاب بعدها فعرفتي لا 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 خالص ما فيش حد في المهرجان اتصاب خالص خالص لا يعني لا. وانا حتى الله يرحمك كان وائل الابراشي الله يرحمه هو اللي عمل معايا المداخله في التليفون وقلت له لا مش من المهرجان خالص لان انا يعني جات لي بعده باسبوع او ست ايام يعني حاجه كده. اللي بعده؟ اتفضل. اللي بعده الدايت بقى عندك قصص وحكايات في موضوع الدايت ده. طبعا بيقولوا ان انت دايما تقولي بعمل دايت وتفشلي في الدايت، تعملي دايت تفشلي في الدايت. الكلام ده على فكره من 2010 مظبوط بقى لنا 11 سنه مظبوط يا فندم. تردي بقى تقولي ايه؟ ارد اقول يعني اعمل ايه؟ بقى عندك عقده من موضوع الدايت ده؟ فعلا. مش عقده من موضوع الدايت قد ما عقده من انا لو الجيران طبخوا وشميت الريحه اتخن. يعني انا يعني والله العظيم انا ما بقول كده عشان خاطر يعني انا حتى الدكاتره غلبوا فيا يعني لدرجه ان في مره دكتور قال لي بصي انت تاكلي من اول 6 الصبح عشان كده ما زعلتيش من الافيه اللي رامز قاله عليه. لا طبعا لاني فعلا انا اتخنت جدا وكان شكلي فعلا نمليه يعني اضحك هنكدب وخدود وبتاع وطول عمري كده طب هعمل ايه؟ يبقى انا بصي بنت عز بيبان عليا الاكل بيمر عليا. بس انت بتحبي الاكل يا صابرين؟ لا عارف. انا متذوقه للاكل. ما هو طيب انا متذوقه للاكل وبعرف اعمل اكل كويس. بس والله العظيم انت عارفه يا بسمه انا في الاخر خالص الدكاتره قالوا لي ايه؟ قالوا لي تاكلي الساعه 6 الصبح اخر لقمه في بقك 6 المغرب. طول ما الشمس طالعه انت بتحرقي. اول ما الشمس بتغرب انت مش الحرق عندك بيقف. حلوه دي نصيحه للستات. والله العظيم بجد فلما بعمل كده فعلا بتخسي. والصيام المتقطع بخس بس ما عنديش نفس طويل. بس هي دي المشكله. يعني بقول لك انا ساعات طارق ما بيطلبش منك انك تخسي؟ لا 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 يعني هو طارق مثلا لما اكون لابسه حاجه مش مظبوطه وشكلها مش حلو عليا يقول لي بصي لا انت مليتي شويه لازم الراجل خليتيه يعني مش قادر مع انه طارق ما بيرضاش يضايقك يا صابرين لا ولا بيخاف منك لا 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 اعوذ بالله. انت قويه في البيت؟ انا اسالي انا اكتر حد في الكون. شوفي انا ممكن يبقى عندي شخصيه اني انا لا انا هقول لك هو ايه السيستم في البيت عندي. الحمد لله انا براضيهم كلهم. يعني انا بقطيع امي واطيع زوجي واطيع ولادي واحب ولادي قوي اعملهم كل اللي نفسهم فيه كل الكلام ده. بيخافوا منك اكتر ولا من بابا؟ بيحبوني قوي لدرجه ان ما يزعلونيش ابدا. ودي اقوى اقوى مراحل التربيه. اني انا لازم ابني وجوزي كمان على فكره يعني جوزي عارف ان انا الحمد لله ست وفيه واصيله وبحب عيلتي وكده فعشان كده زعلي يعني بيضايقه. يعني انا وطارق الله اكبر الحمد لله يعني ممكن يعني في مشكله تحصل بينا النهارده ممكن ما نتكلمش يوم يقوم هو بقى ايه وانا بقى مخبيه على ماما لان ماما قاعده معايا في البيت وبابا الله يرحمه كان قاعد معايا في البيت فببقى مخبيه عليهم فيقوم رايح يقول لهم ايه على فكره مضايقاني وقالت لي امبارح كذا كذا فانا ابقى بصله كده يعني ما تقولش عشان ما يزعلوش منك. ممكن تعمل بينكم مشاكل في البيت وخناقات؟ طبعا طبعا يعني لو اتكلمت في التليفون كتير انت عارفه شغلنا بيبقى ساعات مخرج ساعات منتج ساعات ناس زمايلنا ساعات لو كلمنا كتير طبعا ايه بتكلم ايه بس مش طارق بقوم ولادي دلوقتي. طب ممكن طارق يتدخل في شغلك يقول لك لا مثلا انا متضايق الدور ده ما تعملهوش لا المشهد ده بلاش يعني لا 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 لا, لا. خلي بالك برضو طارق من اسره عارف إن... فنيه كمان يعني وعارف في الموضوع ازاي وفاهم ايه وهو عارفني ان انا ما بعملش اي مشهد من اول ما ابتديت لحد النهارده في اي شيء يغضب اي حد يعني. فلوس ايه يا ابو فلوس انت؟ انا هسيب شغل عشان خاطر فلوس؟ الكلام اللي قلتيه ده انت مصدقاه؟ ايه ده؟ ايه اللي بيقوله ده؟ ده اتجنن ده ولا ايه؟ عشان خاطر يا صابرين اقعدي اقعدي اهدي اهدي.
اسمك الحقيقي مش اسم الشهرة ايه؟ صابرين ياسين محمد عبد الله. اتجوزتي كم مرة؟ 2. أول شغلانة اشتغلتيها في حياتك؟ ممثلة. عملتي كم عملية تجميل؟ 2. بتخافي من العجز؟ لا. ايه اكتر حاجة بتكرهيها في التلفزيون وفي السوشيال ميديا؟ السب والقصد. اكتر حاجة بتكرهيها في الراجل؟ بخله. زعلتي منه لما قال كبيرة في المقام وكبيرة في السن؟ وعادي، ما احنا كبار يعني، ايه المشكلة؟ ما فيهاش مشكلة خالص، بس انا يعني ما زعلتش لاني اوكي. بيقولوا انك انتي قبلتي كل التجاوزات بتاعت رامز في الحلقة مقابل الفلوس. طب ما انتي برنامج ده مقلب، هو ده مش مقلب؟ ده الاحساس اللي حسيتيه لما اعتزلتي؟ دي حاجة قديمة قوي يا بسمة، انتي الناس نسيتنا، انتي بتفكريهم بيها وبالتاني ليه؟ هل فعلا كان في بلطجية ولا مفتعلة زي ما بيتقال؟ لا مش مفتعلة، لا حقيقي حصل. دلوقتي العرافة والشيخ العرافين. اعملي ايه بقى فيها البريئة انت؟ مالكيش دعوة. صح؟ وانت مفهمة زي ما كل حاجة. انا خلاص انا بلتزم الحياد بقى. ماشي يا بسمة ماشي. نشوف اخر الحلقة. تحب تبتدي بمين؟ العرافة ولا شيخ العرافين؟ خليني بالعرافة. بالعرافة؟ اه ليدي سفير. الستات الأول؟ طبعا. انت وحظك بقى. يلا يا ست عرافة. اتضايقتي من تسريب فيديو قديم ليكي وانتي بترقصي في عيد ميلادك، والفيديو انتشر على النت بسرعه البرق وحاولتي انتي تمسحيه لكن للاسف. صح ولا لا؟ صح فعلا. اه ده كان بيتعرض على السوبر جيت يعني. لا. كان بيتعرض في السوبر جيت. اه والله العظيم يعني جم ناس وصوروا لنا، كان ساعتها موضه ان احنا بنعمل اعياد ميلادنا وكاميرات الفيديو بتصورنا يعني عادي. اه فاكره الفتره دي. اه فكنا بنصور عادي وانا برقص بقى ولابسه قصير وايه بقى وشرايط الفيديو بقى في نوادي الفيديو. ايوه طبعا كانت بتتاجر وكان لا 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 يعني حصل فيها. وطبعا يعني اللي كانوا مسؤولين جبتهم اتخانقنا معاهم، وماما كانت ساعتها، انا كنت ساعتها صغيره قوي، وماما مسكتهم وازاي ومش ازاي، لا اصلها اتسربت اصلها مش عارف ايه، خلاص وخلصت يعني. بس ساعتها انا بس كنت برقص. كنت انا لا 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 كنت انا رقصه يعني، رقصه عيد الميلاد يعني، مش مديه فرصه لاي حد يعني. العظيم يعني مثلا سيمون ترقص او شدها ورقصه انا لطيفه مش عارفه تعمل ايه. هي يا جماعه اللي بتعترف صابرين بتعترف انها كانت رقصه عيد ميلادها. ده حقيقي. اه هنكر دي على الفيديو. حاولتي فعلا تمسحي من على اليوتيوب؟ طبعا طبعا حاولنا، وكان ساعتها تسريبات كتير، حتى كان في فرح على ما اعتقد ساعتها رانيا فريد شوقي حاجه كده برضو. آه. حصلت برضو نفس المشكله وكنا قلقانين جدا، ويعني كانت مش حلوه خالص تكون فنانين. طبعا يعني كنت لسه هقول لك اكيد برضو ضايق جوزك يعني جدا. عناوين لا ما كنتش لسه اتجوزت. لا ما كنتش اتجوزت خالص. ما كنتش اتجوزتي؟ لا 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 ده انا صغيره جدا، ده ايام ايام حمري جمري. آه يعني الفيديو ده كان ايام حمري، ايام كنت بقى في المسرح بس هو اتسرب امتى؟ في ساعتها ولا اتسرب من سنتين بس؟ لا في ساعتها. لا في ساعتها، وممكن بقى دلوقتي بقوا يجيبوه تاني، ما اعرفش يعني. انا دلوقتي مش عارفه ايه اللي حاصل، انما اتضايقت ساعتها جدا. هو ما فيش تسريب قريب؟ لا هو ما اعرفش اذا كان ظهر تاني دلوقتي ولا لا، بس لا ما اظنش، لان ده كان قديم قوي واكيد الشرايط باظت اساسا يعني. لا هو فعلا ظهر من قريب يعني، من سنتين كده، ونزل معاه عناوين مثيره تاني ويعني فعلاً. انا عشان كده بسالك، بقول لك يعني هل جوزك اتضايق؟ اصل جوزي هيتضايق من حاجه ايه وانا عندي 18 سنه فيها يعني. يعني من قبل ما لا لا خالص يعني. عناوين مثيره، تعليقات الناس ممكن تضايقه. على فكره جوزي متفهم جدا للحاجات ديت، وبيبقى عارف ان في ناس كارهين البني ادم كده. ولادك يعني انا لما لا 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 ولا اولادي، انا اولادي عارفين مامتهم قوي الحمد لله يعني. مين الفنانه المعتزله اللي هاجمت صابرين جامد في كل الاعداد، وكل المكان كانت بتروح كانت بتهاجمك فيه،
وانت وصلت لها رساله قلت لها بلاش انت، بلاش انت يا نقط. يا مين بقى؟ اولها حرف الحاء. حاء حاء حنون. حنون حنون حنان. حنان حنان مين؟ مفيش حنان. حنان ترك. حنان ترك؟ لا عمري حنان دي دي حبيبتي. لا 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 عمرها ما قالت عني اي كلمه على فكره حنان. في شينك في شينك في شينك في شينك طيب. في شينك في شينك. معلش فوتي علينا بكره. طب في واحده بقى اجمد، انت مثلتي على ابنك انك تعبانه عشان ما يسافرش مع شله بتاعته وانت ما كنتيش حباها، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ انت جبتي المعلومه دي منين؟ مع يا جابتي المعلومه دي منين؟ العراف. بس حقيقي ها؟ ما بلاش الكلام ده يا دكتوره. ليه؟ انا شيخ العرافين، انا اصل الشغلانه دي اصلا. خليك على جنب، انت مش عارف حاجه. خليك خد لك راحه. نام شويه. اه بس بجد مين اللي قالها؟ انت عارف ان انا ابني نفسه ما يعرفش الموضوع ده؟ انتوا خلاص بصي الموضوع اتعرف وابنك دلوقتي عرف. احكي بقى وقولي الحقيقه احسن لك. يا نهار ابيض شكلي الواد قدام صحابه كمان. انت عارفه ان انا عملت تمثيليه فظيعه ليه؟ يعني هو المفروض كان مسافر مع اصحابه وانا مش وافقه على السفريه دي خالص. ده انا دخلت المستشفى ونمت فيها. مش وافقه على السفريه ولا على اصحابه؟ مش موافقه على السفريه لانها مع شله مش لذيذه. اه فاهمة يعني كان نور الكلام ده. انت بتجمليها شويه مش لا لذيذه؟ مش ظريفه يعني. شله فاسده يعني. لا مش حرام، لا ما لا لا الحمد لله. ما شقاي شقاي جدا. شقاي جدا يعني. فطبعا هو كان بورا. مسافر معاهم تركيا وانا فبصراحه خفت وعمال اقنعه. انا دايما ايه عندي حاله كده لما ايه لما اكون مش عايزه ان ولادي يعرفوا يعني يروح يعملوا حاجه اقول لهم على فكره يعني انا قلبي بيقول لي دي فيها غلط ليك. فهم المره دي بقى ما صدقنيش فيها خلاص بقى حاجز وخلاص. فمعاد الطياره بالظبط كان المفروض يمشي من البيت قمت درب وقع. يا جماعه صابرين ممثله قدام الكاميرا وممثله في البيت بتمثل على اولادها. عامل ايه طيب؟ انا عايزه انقذه باي طريقه مش عارفه. يعني الاول مره مفيش اي زي ما يقولوا ايه مفيش اي تاثير. يعني يا ابني قلبي مش راضي، قلبي خايف عليك، يا ابني اسمع كلام انا بنصحك، انا اصلي خايفه من الطياره تقع، خايف ولا بتقولي مين مسافر وبيحضر حاجته وكده. قلت بس ما بتضايقش. وجوزك كان عارف؟ اه كان عارف. هيظهر من انتوا الاثنين متواطئين. المهم قمت كده ورحت المستشفى وتركبت لي محاليل ومش عارف ايه بقيت لهم قلبي ضربات قلبي مش قادره اخد نفسي وعملت كده بقى. وطبعا فاتت ميعاد الطياره بت في المستشفى قلت له انت لازم تقعد معايا. شفت انا بقيت اقول لك مش هينفع. سوري يا نور انا اسفه انا اسفه. معلش يا نور معلش امك صابرين معلش خايفة عليك هتعمل ايه؟ والله كنت خايفة عليه قوي. وفنانة وممثلة أصلاً مش سهلة. بس أنا هقول لك على حاجة. أنت ممثلة مش سهلة. لا لا والله بس أنا بتتقمصي بتتقمصي. لا بس أنا هقول لك على حاجة أنا كان من نابع حبي ومش عارفة أوصل له التأثير وفعلاً صاحبه هناك واحد منهم حصلت له حادثة كبيرة. شوفي بقى. فعلاً؟ والله قلب العظيم. الأم والله قلب والله الأم. ما بهزر يا بس حصل حادثة لصاحبه جامدة بسبب كانوا في ديسكو تاك ومش عارف ايه وخناقه وكده والولد اتاخد. هو عنده كام سنه صابرين السن ده ايه؟ لا كان ساعتها نور 18 سنه 17 سنه كان في سن خط يعني مش ما ينفعش يسافر. ربنا دلوقتي بقى بيسافر كلهم. يا ربنا يهديهم. يا رب. فبنحاول يعني اللي هو الشر نبعده باي. فاستخدمت مهنتي في الحياه الخاصه. بس ده انت يا شيخه العرب انت ولا شيخه العرافه العرافه دي. مش معقول ايه يا شيخ العرافين ان مراتك علمت عليه. ده لسه صابرين. عندي كتير يا دكتور. الست صابرين مش بتمثل بس على ابنها بس. امال على مين كمان؟ بتمثل على البيت كله انك بتعملي دايت وتدخلي اوضتك تلغ شوكولاته قد كده تلغ. بتحب الشوكولاته يا شيخ العرافين مالكش دعوه. خليكي في حالك. انت بتجيب الحاجات دي والله العظيم بتجيب الحاجات دي منين؟ انتوا بتهزروا. اصل انت بتقللي من قدراتي يعني ولا ايه مش فاهم؟ لا لا والله العظيم. طب عرف منين اوضه نومي بقى؟ انتوا حد اوضه نومي؟ انا قلت له فضحتوها في بيتها. ايه ده بجد؟ صدقوا مين اللي قال لكم في البيت ان انا بعمل كده؟ وان بكلمك بجد انا عفوره. مين اللي قال كده؟ ممكن هنقول لك. ماشي حد في البيت بيقول لحد بره ماشي
خلاص بقى لما اروح. حاضر لما اروح لكم. حواجبك مش عاجباهم او مثيره. معلش مش هتكملي معانا بسبب حواجب حضرتك. وري انجازاتك وابداعاتك. ولا تعرفي تعملي حاجه. طب ارقد بقى يا ماما عشان خاطر يا صبري. اقعد عندك ايه كمان يا شيخ العرافين؟ بقولك ايه يا ست صابرين؟ اتفضل. لما لبست الحجاب قنوات كتيرة عرضت عليكي فلوس، وجت في مرة جيتي في مرة وسبت قناة منهم، طلعتي وقلتي ان السبب ان حواجبك مش عاجباهم او مثيرة. اه مع ان مش دي الحقيقة. تقول انت ولا اقول انا؟ لا قول انت. يعني مش الفلوس؟ خليتها عصبت، ما كانت بتضحك الست. قول انت، قول انت يا الله. وري انجازاتك وابداعاتك. ما قلت لك الفلوس. فلوس ايه يا ابو فلوس انت؟ انا هسيب شغل عشان خاطر فلوس؟ فعلا اللي اتقال لي كده ساعتها، وساعتها انا لما شفت الجواب ده جاي ضحكت. يعني ايه بقى؟ ان حواجبي مثيره. يعني حواجب مثيره ازاي؟ فكان طبعا في ادمغه مش مظبوطه يعني. عادي يعني. هم اللي مشوكي ولا انت اللي مشيتي؟ اه هم اللي مشوني بكل فخر. طردوني من الحط. صابرين يا جماعه، شجاعه جدا. بتعترف من اول مواجهه. تخيل لما يعني يقولوا لك معلش مش هتكملي معانا بسبب حواجب حضرتك. انا الجمله دي خلتني ما ينفعش اشتغل مع دول تاني. يعني فاهمه؟ يعني اللي هو مدى الفكر ده. لا لا ده احنا بنهزر بقى. شفتي بقى ايه اللي خلاكي تروحي لهم اصلا؟ اه معلش كان شفتي كانت ظروف. قولي كانت غلطه. كانت غلطه. قولي انا اسفه. ندمان عليها. غلطه وندمان عليها. غني يا صابرين صوتك حلو. يا شيخه غني ايه بس لما انزل اضربهم الاول الاثنين دول اللي موجودين دول اللي عماله اصواتهم تلعلع. ولا تعرفي تعملي حاجه. طب ارقد بقى مع امك. لا 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 عشان خاطري. عشان خاطري انا المره دي. عشان خاطري. عشان خاطري يا صابرين. اقعد اقعدي. اهدي 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 اهدي. قولوا له الله اكبر في ودانك. اقعد اتفضلي. قول بقى. كنت عايزه اسالك على المسلسل اللي عملتيه السنه اللي فاتت وكان كله مشاكل وكله خناقات. ايه بقى الموضوع ده؟ السنه اللي فاتت مسلسل أنهي؟ كله بالحب. لا 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 هو كان المشكله كلها اني سوء تنظيم. احنا لقينا انه احمد السعداني انسحب. زعلان جدا وخرج وكتب انه مش عايز يكمل وان كان في اجواء سيئه للعمل. ما حقيقه هذا الحدث في المسلسل؟ لا حقيقه الحدث ده ان هم كانوا متفقين مع احمد السعداني على حاجه ومتفقين معايا على حاجه ومتفقين مع زينة على حاجه، وكل حد فينا سابونا لبعضينا بقى يعني فاهمه ازاي. وبعدين الموضوع كله كان يعني سوء تنظيم من يعني فرد في الانتاج فاهمه ازاي. يعني ما كانش فير معانا احنا الثلاثه يعني، واحنا الثلاثه ابطال هذا العمل يعني. يعني هو مفروض اتنين ستات ضد رجل يعني. هو بالمختصر بس المفيد. الناس استغربت انه زينة اختفت من الاحداث في الاخر من بعد الحلقه 25. لا لا وقالوا لا ان انت السبب في الموضوع ده. انا لا لا خالص اعوذ بالله. ليه يعني؟ لا انا المنتجه ولا مدخله بفلوسي ولا انا يعني لا خالص خالص. انا شوفي يا بسمه انا المهنه بتاعتي دي بحبها مثلا قوي. علاقه صداقه مع المخرج او المنتج؟ لا ده المخرج هي اللي جايباه. هم زعلوا منها اتضايقوا منها فانتوا بقى لا عملتوا. لا لا انا كنت مثلا لما بيحصل اي دروب بقوم جايبه سعاد الهجان وتشهد على ذلك مساعد المخرج حبيبتي يعني. كانت تجيبها واقول لها طلعي لي مشاهد مع هلا فاخر، طلعي لي مشاهد مع اي حد، طلعي لي مشاهد. ممكن ما تزوغيش؟ والله العظيم ما بزوغ. طب ايه الموضوع بالظبط؟ يعني انت ما زعلتيش؟ لا زعلنا ساعه التتر من ان اسم زينه اتكرر اربع مرات على التتر. ايوه كلنا. مش انا زعلت، دي ده العالم العربي كله زعل. مالكيش دعوه بكلنا. أيوة اتكلمي عن نفسك. انا زعلت واتكلمت مع زينه ساعتها واتخانقت انا وزينه. اتخانقت معاها قلت لها ليه زينه تعملي كده؟ قالت لي انا مش السبب، عملوها من ورايا. والبنت حقيقي اعتذرت لي، حقيقي اعتذرت لي. والسعداني خد موقف ان هو كمان مش يعني حتى الاوت دورز ما كانش يعني عايزه بالطريقه ديت، كان عايزه بطريقه معينه وهم خدعوه يعني حاجات كتير. يعني انا قدامي يا بسمه ما حصلش اي سوء تفاهم معايا عشان كده انا كنت بعيده تماما عن الاحداث. انما حصل سوء تفاهم في الدعايه. اوكي اكيد حصل سوء تفاهم في الدعايه ما بين السعداني وزينه مش ما بيني انا، فاهمه قصدي؟ انا كنت طرف بعيد. الكلام اللي قلتيه ده
انت مصدقاه؟ انا مصدقاه جدا جدا. انت ايه بتشككي في ان انا كدابه يعني؟ انت عارفه ان انا ما بكدبش خالص خالص. خلصتي؟ اشرح لك انا قصدي ايه؟ اتفضلي. انت مصدقه اللي انت قلتيه في انه فعلا زي ما قالوا لك انه المشكله انتاجيه او الانتاج هو اللي عمل كده مش زينة؟ يعني انت اللي اشتغلتي فاهمه يعني انت عرفتي انك كنت غلطانه؟ لا لا اسمعي بس، يعني انت اللي اشتغلتي مع زينة ولا انا اللي اشتغلت مع زينة؟ ما عشان كده انا بسالك. ما انا بجاوبك بقول لك انا ما حصلش معايا. يعني هم من نفسهم هم اللي غلطوا الغلطه دي وهم اللي حطوا الاسم بالطريقه دي؟ اه حد عمل كده من ورا المنتج اللي هو اسلام المرسي. في الاساس كان في طرف في الانتاج عمل كده يعني ليه؟ لزينه يعني كومبرومول زينه. اه قولي بقى كده. ايوه طبعا. اه مش غلطه. وزينه هي اللي قالت لي على فكره الكلام ده، يعني زينه بنفسها هي اللي قالت لي الكلام ده. طب واحمد ليه ما حاولتوش تشرحوا له ده؟ زعل حاولنا كتير ليه؟ بس كانت يعني كان في مشاهد بقى حصلت بينهم وبين بعض في التمثيل على ما اعتقد ضايقوا بعض على ما اعتقد يعني. لكن بامانه ربنا وبحق هذا الشهر الفضيل بجد ما في لا احمد ولا زينه ضايقوني انا على المستوى الشخصي يعني. لا ما حدش عمل كده يعني. طب واحمد اللي عمله انت شايفه انه كان صح؟ يعني ده موقفه يعني انه هو حر فيه وانه اخده هو لو حد مطرحه كان عمل كده؟ احمد وصل لمرحله كان متضايق فيها قوي وما كانش عارف يمثل خالص، فحس ان هو غلط ليه ان هو يكمل يعني. هو ده كانت وجهه نظر احمد. بس هو الخضه كانت في التتر يعني احداث مسلسل. وانت اتخضيت؟ انا كلنا ورحتي اتخانقتي مع زينه. ما اتخانقتش. بس طلع انه انت قلتي انا شخصيا اتخانقت مع زينه. لا هي بتكلمني في التليفون. بس عرفتي انها مظلومه؟ ايوه يا حبيبه. طيب. قلبي هي اتخانق يعني كلمتني في التليفون وقالت لي ده نزل على كده ونزل التتر ومش عارف ايه. بصراحه بدرت الخناقه يعني. فانا قلت لها ما كانش صح ده ايه اللي بيحصل ده. والله ما انا والله ما انا ده كل اللي كان بدرت بالمبرر او بالمبرر يعني. اه فقالت مش انا. فلما قالت مش انا بعد كده بقى زينة من الناس اللي اولا دمها خفيف جدا. ما تعرفيش في شيء انها بتضحك بجد ولا بتضايقك بجد. عارفه العيل المشاغب كده اللي يقعد يعمل حركات؟ طب ما تيجي نشوف الراجل المشاغب اللي قاعد ده عنده ايه كمان. ايه قول قول. يا ست صابرين. نعم. جوزك سافر امريكا وسابك سنه، اوعي تنكري. دي فيها ايه طيب؟ وانتوا متطلقين؟ ايه؟ متطلقين. ايه ده؟ ايه اللي بيقوله ده؟ ده اتجنن ده ولا ايه؟ طب قولي انت الحقيقه. هو مجنون؟ ما هو لسه حياه. عشان تعرفي يا دكتور ان انا مش مستحملاه من قليل. اخفي 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 انت بس، ده كلام كبير. إيه؟ اعوذ بالله. لا 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 لا، ده انا لسه هو عمال اشكر لك في طهري. يعني معقوله هكون متطلقه واشكر في طليقي؟ طب وسابك سنه كامله؟ اه فعلا كان عنده شغل هناك وكان يعني شغل سنه. اه شغل سنه يا راجل. ايه تفتكري اتجوز عليا واحده امريكانيه حلوه يا بسمه؟ مش شرط. طب انا اتساب بذمتك؟ لا بذمتك. ده انت ست الستات. حبيبتي يا بسمه. لا بس ده ما يمنعش برضو ان انا اقول لك انت مصدقه نفسك برضو؟ يا جوزي يكون اتجوز. ما حاولتيش انك تنبش؟ استحيل. انا بهزر. طب كنت ايه اللي مطمنك كده؟ لا لان انا واثقه في طارق جدا وطارق واثق فيا جدا. وعلى فكره انا وطارق متفقين ان يوم ما نبقى مش عايزين نكمل مع بعض نعترف لبعض ان احنا مش هنكمل مع بعض. صابرين طارق رجل اعمال. ايوه وميسور. هو رجل الحال سياحة. يعني خبير سياحي مش رجل اعمال. ميسور الحال. أيوه. انا عارف. ايوه خلاص. اه هل هو عاجز انه طول السنه دي كان ياخد طياره من امريكا وينزل يشوفك انت ولاده ويرجع؟ لا كانت اولا. لا بصي كان طارق لازم يروح يعمل يعني المفروض انا ما اقولش بس كان المفروض يعمل تشيك اب على صحته لان كان شويه حصل له دروب في صحته يعني يعني وكان تعبان شويه يعني. ما رحتلوش ليه؟ لما رحتلوش لان انا كان موضوع كورونا وكنت بصور وكان ولادي هنا في المدرسه. هو ده كان في خلال الفتره اللي فاتت ظاهره الكورونا. اه 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 السنه اللي فاتت يعني. خلاص يا جماعه هي جابت من الاخر خلاص فيعني سليم اتطلقتي؟ لا مش هتطلق. اصل يعني مش عارفه انت جبت المعلومه دي منين يا عم شيخ العرافين؟ قرايبها قرايبها. ده شيخ حراميه. قرايبك شفتي القرايب بيقولوا ايه على بعض؟ قرايب. شفتي كان بيسالوكي كمان يا استاذه صابرين؟ اه تصدقي قرايبك اللي كانوا بيسالوكي هم اللي قالوا لي. شفتي انت عارفه كانوا يقعدوا يقولوا لي هو طارق فين ويشوفوا طارق وقرايبي وزميلات وزمايلي يعني شيخ العرافين. صح اهو يا صابرين. صح عشان كده عملتي عمليه التجميل يا استاذه صابرين. الرنج. طب منين مش الرنج؟ ما عملتش اخبار الرنج ايه؟ الرنج.
الرنج. انا ما عملتش الرنج. التليفون بيرن ده ولا ايه؟ الرنج. لا انا عملت تحويل مسار وفشلت الحمد لله. بجد؟ ايوه صح، ما انت عماله تعملي في في ريجيمات وحاجات وانت عامله ماليش حظ في اي حاجه فيها حساسات. طب ليه يا صابرين؟ ما كل الناس اللي عملتها ناجحه معاها. ما تساليليش ليه، والله العظيم بجد يا بسمه، يا انا بقى خدودي بتتنفخ لوحدها. انا ببقى كده. طب ما رحتيش للدكتور اللي عملها لك؟ ما سالتيهوش. رحت للدكتور قعد يقول لي. قال لك ايه مبرره يعني؟ قال لي الحرق عندك. قال لك عليكي عفريت. والله العظيم قال لي انت حاله غريبه جدا يعني. طيب في حاجة تانية ولا خلاص؟ كفاية كده عليها يا دكتور. كفاية كده بقى. عشان ما نتمشكيش مع العشاق العرفية. نفسي اموت واعرف مين اللي قال لكم الحاجات دي كلها. ما احنا قلنا لك العصفورة يا أستاذ. يا ولاد الله. مشاهدينا هنطلع فاصل ونرجع تاني مع في صف مين. لما عرفتي ان برنامج رامز ما طلبتيش فلوس ازيد؟ انا ما اقدرش ازعل من رامز. ان تقوم صابرين بدور راقصة في السينما او التلفزيون ممكن او لا يمكن؟ والله العظيم ثلاثة يا بسمة، لو السر ده اتقال اقسم بالله هقوم واسيب الحلقة. فقرتنا دلوقتي في صف مين. الفقرة دي عايزة صراحة بنزل لك صورتين لشخصين مختلفين مع بعض تقولي لي انت في صف مين. طب ليه توقعي بينا وبين بعض يا بسمة؟ وليه في كلمتين؟ يلا بينا. يا متوحشة. أنغام وأصالة. أنا ما أعرفش إيه اللي بينهم علشان أبقى في صف مين. لما أنغام اتجوزت أحمد إبراهيم قبل ما تنفصل عنه وهم اتطلقوا. أوكي. اتجوزت أحمد إبراهيم متجوز قريبة طارق. طليق أصالة. كله طليق دلوقتي. طليق بما إن اتطلقوا يبقى أنغام عشان كانت متجوزة وأصالة. والله العظيم ماشي. اقول ايه؟ ما هو اصلا ما اعرفش مين زعل مين يعني. هل حصل تراشق بينهم وبين بعض في السوشيال ميديا؟ هل اصلا زعلت من انغام انما صاحبتها وما قالتلهاش واتجوزت؟ ايوه بالظبط. يبقى اصلا عندها حق يعني، انها المفروض انغام بينهم صحاب جدا تقول لها انا هتجوز فلان عادي يعني. اللي بعده مع مين في دول؟ في صف مين؟ صابرين بالحجاب ولا صابرين من غير الحجاب؟ القمر مش عارف اصفر دي. اللي بعده الفنانة سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان. هي قالت انا عمري ما هشتغل مع محمد رمضان تاني واشتكت منه وانت اكيد عارفة القصة. في صف مين؟ لا هي بدل مش عايز تشتغل معاه، هي حرة. انا في صف ماما سميرة في قالته يعني، هي مش عايز تشتغل مع محمد رمضان. ده ما يأثرش مع محمد رمضان في حاجة. انا بتكلم على الموقف نفسه. الموقف نفسه هي قالت انا رفضت الدور وانا مش هطلع ام بلطجي. خلاص طبعا اوكي عادي ما تطلعش، انا معاها. لان هي اتكلمت، هل رمضان يعني قال كلام عليها مش حلو؟ هي قالت كده. طيب خلاص انا مع ماما سميرة لما ما توافقش تشتغل مع حد اكيد معاها. اللي بعده باسم سمره ورحاب الجمل. صف مين يعني؟ بصراحه رحاب لذيذه وباسم راجل قوي يعني، بس كانت الخلاف عبيط كده. احنا مش جايين نطبطب على الناس. انا مش بتكلم، والله مش بتكلم على الناس، انا بفكر معاكي بصوت عالي يعني. انا بفكر في صف مين. فكري. انا يعني في صف اصلا انا ما اعرفش الواقع، ما حضرتهاش فما اقدرش اقول لك انا في صف مين يعني. انت ليه بتخليني ابقى في صف حد انا ما حضرتش الواقع بتاعته؟ فاهمه؟ وبعدين هما الاثنين اتصالحوا وهما الاثنين انا طبعا اول اتنين اتصالحوا، بس الواقع ايه اللي حصلت ما حدش عارفها والله العظيم. ثلاثه انا ما اعرف في ايه، وحياه ولادي وحياه الشهر ده ما اعرف في ايه. بس انا بعز باسم قوي وبعز رحاب، بس باسم راجل قوي يعني بصراحه. انا اشتغلت مع باسم راجل محترم يعني. هو تعدى عليها ضربها يعني؟ لا. امال ايه؟ بالقول. ما اعرفش بقى ايه اللي بينهم يعني، هم اصحاب ممكن خارجه اتقالت لها. لا يعني انا مشكله زي كده ماليش راي فيها بصراحه. طبعا ماليش راي فيها. لما زميله ليكي زميلها يتعدى عليها بالقول وبالفاظ خارجه ما عندكيش راي؟ ممكن يكون اقول لباسم انت غلطان يا باسم. ممكن اقول له يا باسم انت غلطان. طبعا. لا ممكن ابقى بفصل رحاب. طبعا انا مع نصيره المراه.
انا مع رحاب الجمل. اللي بعده اثار الحكيم ورامز جلال في صف مين فيهم؟ في صف رامز جلال. ليه؟ لان في حته ما كانتش مظبوطه، ان هي على ما اعتقد اتضايقت وقالت، يعني انا فاكره الموضوع، بس الموضوع ده من زمان صح؟ هي قالت ما تذيعش الحلقه وكده، وبعدين انا فاكره كان لا هي طلبت فلوس ازيد لما عرفت انه برنامج حاجة رامز، حاجه كده حاجه كده ما كانتش لذيذه يعني. وانت لما عرفتي انه برنامج رامز ما طلبتيش فلوس ازيد؟ اعوذ بالله، لا ليه يعني هاتي فلوس ازيد؟ لا ما هو يعني زي زملائك. لا لا انا ما بقولك، اصل في ناس بيتقلها وفي ناس ما بيتقلهاش. لا انا رامز من الناس اللي بقولك متربي مع اخويا وفي بيتنا، وانا ما اقدرش ازعل من رامز. رامز صاحبنا جدا جدا جدا، هو ياسر جلال يعني ما ينفعش. وده كان اولى انه يقول لك. بس مش هنمشيها، هدي النفوس هدي النفوس يا بسمه. اخر صوره ياسمين صبري ووالدها اشرف صبري، ما في صف مين حقيقه؟ يعني هي البنت ما كلمتش، ما ردتش عليها، ما ردتش يعني بشكل، وده موقف تحترم فيه هجومي، وده شكل موقف تحترم، بس برضو لازم تبقي في صف. وما اعرفش في صف ياسمين، لان انا بصراحه ياسمين في منتهى الاحترام مع والدها، دي الانسانيات اللي بقولك عليها. حتى لو والدها غلط فيها هي ما ردتش، فاحترم ياسمين. خلصت فقره في صف مين، ودلوقتي فقره ممكن او لا يمكن. هقول لك، هعرض عليكي مجموعه تخيلات، اسئله، عروض، وهتقولي لي ممكن او لا يمكن. اوكي. ممكن او لا يمكن ان تكون صابرين زوجه تانية مره اخرى؟ لا يمكن. ان تكون صابرين بطله مطلقه لمسلسل؟ ممكن طبعا. ان تقوم صابرين بدور راقصه في السينما او التلفزيون؟ ممكن او لا يمكن؟ ممكن. راقصه معتزله. انت بتنقي؟ لا والله عادي، انا يعني ممكن تقومي بدور راقصه في فيلم او في مسلسل. دراما عظيمه فيها دور راقصه عظيمه، مش شرط الراقصه تبقى بقى بتعرى وبرقص، وممكن يبقى في دراما. انا ما قلتش عنه. ممكن. ان ترتدي صابرين الحجاب مره اخرى؟ ممكن او لا يمكن؟ ممكن. خلصت فقره ممكن او لا يمكن، ودلوقتي سرك مش في جيبك. معايا سر هقول عنك، لو مش عايزاه اقوله اديني سر بداله، وفي خلال 30 ثانيه. ما تتخضيش كده، لا اصل عايزه اشوف ايه السر اللي في خلال 30 ثانيه. وريني يا بسمه، شكل مهارة النهارده مش معدي معايا. لا انت بتهزري، لا انت بتهزري والله العظيم. ثلاثه يا بسمه، لو السر ده اتقال اقسم بالله هقوم واسيب الحلقه. عد 30 ثانيه، قولي اي سر. 29 28 هقوله، 26 يعني ايه هقول، 24 قولي سر تاني، 21 20 يعني لازم انا اقول لك سر ما حدش عارفه، 19 17. طب انا مره 12. كنت حراميه. طب ازاي دي بقى يا جماعه؟ لا اهون من السر. ده اللي هنا اهون من اللي قلتيه. انت عامل ايه يا جماعه؟ صابرين. سرقتي مين؟ سرقت محمد اخويا. ده محمد ما يتسرقش ابدا. سرقتي ازاي؟ احكي. كان كنت محتاجه فلوس بصراحه يعني، بس عشان خاطر احنا في رمضان. قولي. بس كنا صغيرين على فكره. طب هو عارف ولا هيعرف النهارده؟ لا هيعرف النهارده. ماشي. ابو صابرين هيسمع دلوقتي. كنا صغيرين وهو كان بيحوش فلوس يعني. انا عارفه بقى. كان بيحوش. صاحب جوزي يعني. وكان بيخبي الفلوس، كان عندنا تسريحه كده بإزاز تمام، وتحتيها صور، كنا نحط الصور كده. والله كنا صغيرين، اول مره يعرف. سامحني يا محمد. بذمتك اللي قلتيه ولا ده؟ مش لا 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 اللي قلتيه لا 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 ده رخم، لا ما ينفعش. انا قلت سر، وعشان كمان ربنا يسامحني في الايام المفترجه دي، ومحمد كمان ربنا يسامحك يا صابرين.
حلقتنا خلصت ونورتيني في العرافه يا صابرين. حبيبتي ربنا يخليكي. كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم. الله اكرم يا حبيبتي. مشاهدينا خلصت حلقتنا ونشوفكم بكره في حلقه جديده مع العرافه.